يعني من نقص في الاناره بعدا هي الاولانيه شحال انا كنتشكاو مشيو فينا العماندين فينا كيجيو كتبوا لنا دابا نجيو دابا نجيو شي مزيان معزه أساس هنا في هذه المنطقة ديال حي بير الشفاء كنعاني من هاد الجهة ديال جهة القاعة ما عدلوناش الضوء كاين ثما شي صوارص في وسط الشانطي كيخصهم يبدلوهم وهذا الشيء اللي كاين هذا هو الضوء مطفي دابا يشعلوا لنا الضوء وعدلونا المسائل دابا كيوقع هنا الكريساس وكيوقع هنا السرقة وكيوقع هنا هاد الأمور دابا الله يجازيهم بخير يعدلوا لنا المسائل وصافي السرقة كيزيد يتعرضوا للنكريس والبنات المساكين اللي يخدموا واللي يجلسوا عباد الله اللي يمشوا للخدمة الناس يعني الشيء اللي معاهم والسكيري اللي يجوا هنا والشمكارة والقضية ماشي تاع هي كيتفضوا بنادم كل واحد من يجوز وحنا كنباثوا حنا نعاني وحنا يا بنادم خصك تبقى بثايق تدفع بنادم انا معاناة خايف شي لا لا تعد دورات احسن معاناة ديالنا في هذه الحومة اللي في جهة البنك الشعبي كنعانيو من نقص في الانارة بعد هي الاولانية إلا تفوت غادي تعود الليل العاشرة ما كتبقى لا دولة ما تقدرش تخرج وعندنا العيال عندنا ولادنا عندنا هادي ما كنقدروش نخرجوا بهذيك الساعة كاع شحال من كنتشكاو مشيو فينا العماندين فينا كيجيو كتبوا لنا دابا نجيو دابا نجيو شي مزيان معزة يا ما كيكريسيونا مع الفجر كيكريسيونا عباد الله العائلة تا كيكونوا خارجين الصباح التليفون الخدمة كيزولوا التليفونات ماشي مرة ماشي جوج ماشي ثلاثة وتهضر يقتلوك انت بيدك يقتلوك معنا راجل كبير كان بغينا ولكن يتعرضوا لك يزبروك شي زباره ولا شي سيف اللهم انا هذا منكر كنشوفوك يقولوا اللهم انا هذا منكر العساس مساكن هنا مخلوعين دابا وساعة مخلوعين العساس هنا العساس مساكن كيقير الليله هما حاضين معاهم بزراو ديالهم هما يحضيو ما كاين والو انا حارس هنايا في حومه حي الشفاء عندنا مشكله ديال الشوارع ديال الضوء مطفيين وكيستغلوهم الشفاره كيجيو بالليل على حساب الظلام هادشي المشكله اللي ما كرهناش يعدلوا لنا حنا الضوء ديال الشوارع باش ما يبقاوش السماكه اللي يجيو لنا الشفاره هذه هي المشكله اللي عندنا حنا كيجيو الشفاره وكيسرقوا كيردوا المسؤوليه كيردوها للحارس ديال السيارات مشكله كبيره كيوقع البحث على حارس ديال السيارات هذا هو المشكل كرهنا شي دابا يجيو يديرونا انت كتشوف هذا المشكل هذا الحي هذا كامل الضو ما فيه شي مشكله كبيره عندنا بالنسبه لي. كان كرز واحد البنت هنايا الاول البارح مع 11 ديال الليل ودازهم هنايا طوم هنا بشي ثلاثه بهم دابا كاين الظلام هنا 10 ديال الليل فوق كيجي فهم سيده اخرى كان في الصلاه ديال الفجر البارح تعرض لها واحد السيد هنا واحد الشمكر هنايا حتى صليت الفجر وجيت انا اللي وصلتها هو ملي شافني ما جاي ديك الساعه خاف مني وحيد هذا هو المشكل اللي كاين في هذا الشارع حي الشفاء. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.